اوكي هلا والله شباب. هذا المقطع راح احمله على اليوتيوب بدون مونتاج بدون اي شيء، ما في الانترو تن 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 ما في، لا ابي احمله باسرع وقت ممكن. اول شيء انتم شايفين حاليا قاعد احمل نايت ديد اوف ذا نايت، اوكي كنت قاعد اقول نايت اوف ذا ديد، ديد اوف ذا نايت قاعد تحمل، موجوده حاليا للتحميل لكل عنده البلاك اوبس باس، فاي فوتوا حملوها، مساحتكم شايفين 6 جيجا. وغير هيك راح الحين مع بعض نشوف رده فعلي او نشوف مع بعض الكاتسين البداية. فخلنا نسكر البلاي ستيشن، اوكي حاليا عندنا اللابتوب، هاي على قناة مستر دارك جدي، ما ادري من وين جاب الكاتسين بس عند الكاتسين كامل ما شفته، ما عندي اي فكرة عنه. فبس خلنا نخلي وجهي شوي ابيض قبل لا نبدأ. اوكي يلا الحين خلنا نشوف الكاتسين مع بعض، ليتس جو. 1912 أبستون رو اللي هو أبو سكارلت. أوكي هدول معزومين على حفل لأبو سكارلت. صوت عالي شوي. اللي ما يعرف أبو شخصية سكارلت والقصة كلها عليه. أوه عنده قصر خرافي. واللي ما يدري احداث الماب هاد قبل احداث فويج اوف ديسبير وقبل احداث اي اكس، واللي كمان ما يدري القصه هاي ما لها علاقه بقصه الايثر، منفصلين بشكل كامل. هالممثل الاول اللي كانه كوبوي اللي يلعب وردد اظن. اوه شكل الماب رهيب هيكون والله، ما شفت اي شيء عن الماب، مو منحرق علي اي شيء الحمد لله. اوكي اظن هذا ابو سكارلت وهي صغيرة اظن، تمثال زوس. احد البركات الشخصية الثانية، هالشخصية حسب التسريبات اللي طلعت، لما قلت ما تسرب علي شيء قصدي ما تسرب علي شيء من الجيم بلاي او الكاتسين او شيء. هي وين نفس حالتي. نطلع حالي على المراية احاول اشفط الكرش. اوكي الكالت الجماعة الدينية هدول، راح اشرح القصة الجديدة، راح اشرح شو قصتهم لهالجماعة الدينية اللي يلبسوا الماسونيين، إلهم قصة. اوه هذا ابو سكارلت. تايون لانستر ها من الاشرار. راح نلعب بشرير. الجماعة الدينية اللي عندهم شيء احمر هون اسمهم الكالت او الجماعة، هدول مثل الماسونيين هم اللي يسووا السحر هاد كله والتحويل. وهو اللي علقوا مع ابو سكارلت وكان قاعد يحاول يواجههم. هاي الشخص البنت هي الشخصية الرابعة، ما ادري شو وضعها بالضبط. هاد شكله هو الرئيسي قاعد يراقب كله من بعيد، جاي قاعد يراقب الوضع. اظن راح يكون نظام اللغز نوعا ما نفس موب اوف ذا ديد، نقتل الخاين اللي هو هذا اللي هو الخاين لان هو شرير. ها شفتوا الشيء الاحمر على جبهته؟ صوت تايوان لانستر من جيم اوف ثرون. اوكي تفعل السحر، تفعل السحر، الكل صار زومبي. اوه اللي قاعد يرسم على الارض هاي تحميهم، تحميهم من الزومبيز او من الدخان اللي قاعد يطلع. مجهزه سلاحها هاي. الحين اقول لكم شخصيه الكوبوي هاي المفضل بالنسبه لي، كان بالنسبه لي تايوان لانستر هو المفضل بس طلع شرير، فشخصيه الكوبوي شكله رهيب. اوكي اوكي خلصوا خلاص. واو والله شكله رهيب يا شباب، اقسم بالله شكله رهيب، شكله رهيب. بحطه وبتكلم، خلني اشيل الصوت بس. شكله جدا جدا رهيب الماب. للمعلوميه كل المابات اللي فيها ممثلين دائما تكون رهيبه. كول اوف ذا ديد من بلاك اوبس 1 رهيب،
موب اوف ذا ديد من بلاك اوبس 2 رهيب، شادو اوف ايفن من بلاك اوبس 3 رهيب. فالماب اللي يجيبوا عليه ممثلين ويدفعوا عليه فلوس، لان الممثلين يكلفوا السعر، مو يعني ما راح يجيبوا اي ناس يسووا اصوات، لا ممثلين يدفعوا لهم فلوس اكثر بكثير، فغالبا يكونوا تعبانين على الماب. انا صراحه مستاء لانه ما في اي اعلان، ما ادري ليش. فقالوا راح يحطوا اعلان، اتمنى الاعلان اللي راح يحطوه خلاص ما قاعد ينزل، بس اتمنى الاعلان اللي راح يحطوه ما يكون الكاتسينا، خلاص الكل شافه، حطوا لنا اعلان كده يعني عن الماب ولعب وهيك، وبالمرات القادمه يحطوا لنا اعلان قبل، ما نبي اعلان بعد. اي الحين لو قاعد تشوف الفيديو بعد شوي راح يكون في على القناه بث مباشر مع معتصم بنلعب الماب مع بعض، شيك بعد نص ساعه ساعه، وممكن اسوي بث مباشر كمان بالليل على البث المباشر اللي هيعملوه هم تقريبا بعد ساعتين. راح يكون في بث مباشر جيسون بلندل وغيرهم يتكلموا عن عن الزومبي وشو الاشياء اللي ضافوها او شيء من الكلام. فاي الحين ما في انترو، ما في اوترو نهائي، وانا ماسك السمن كي ما في هالفيديو، ما راح اسوي له اديت. فاي نشوفكم بفيديوهات تانية ان شاء الله، لا تعلق، نشوفكم فيديوهات تانية ان شاء الله، مع السلامه.